طبعا. لا وكل الاهلاويه الحقيقه في كل مكان في العالم كانوا فرحانين جدا بنتيجه هذه المباراه، وكثير جدا منهم بالمناسبه كانوا شايفين يعني ان طبعا الى جانب ان لعيبه الاهلي اكيد مش هيخذلوا جمهورهم باي حال من الاحوال، لكن بعد الجول الرابع اللي احرزه ديانج عايز اقول لحضراتكم في ناس كتير قال لك الماتش ده هيخلص 7-1 8-2 9-3 حاجه في السكه دي. أيوة. وده كان احساس كل الاهلاويه الحقيقه. وفعلا بعد نهايه المباراه في بعض الاهلاويه ما كانوش يعني قادرين يفرحوا قوي لان هم كانوا طمعانين في مكسب اكتر من 5 اهداف، فده يعني ده طموح جماهير النادي الاهلي. وشوفوا معانا كده ان النادي الاهلي نفسه وصل معانا لغايه فين، زعلانين ان الماتش خلص 5-3، بس تخيلوا ان في جمهور او قطاع من جمهور النادي الاهلي فعلا زعل بعد الماتش بيقول كان لازم نكسب يعني بنتيجه او بسكور اكتر من كده. ف الحقيقه فكره ان الواحد يعني اهلاوي دي حاجه لطيفه جدا جدا جدا، ان انت تكون مقتنع ان انت معاك فريق عظيم مصنف من ضمن افضل انديه الشرق الاوسط، ضيف شبه دائم في مونديال العالم للانديه، حاجه كبيره برضو يا حضرات.